مستمعينا اليوم في شهوات متنوعة نقترح لكم دجاج يعني مدغمر بطريقة سهلة من عند المستمعة أم العربي. بالنسبة للمقادير والطريقة فهما سهلين، غادي ناخدو دجاج الكمية اللي بغينا. من الأفضل في هذا الاقتراح أننا نقطعوه، يعني ما نخليوش دجاجات صينين، يعني نقطعهم هكا على شكل قطع، يعني الفخاد صدر. غادي ناخدو قلنا قطع ديال الدجاج، غادي نحتاجو كذلك ضمة واحدة ديال الزعفران، شويه ديال السمن، شويه ديال العطريه ديال المرزيه، حامضه طريه، يعني ماشي الحامض مصير وانما حامضه طريه، القشور ديالها غادي نحكوهم وغادي نعصروا كذلك الحامض. وغادي نحتاجوا يعني البصله بالنسبه للدغميره ديال الدجاج. فبالنسبه للمقادير، مقادير قليله وطريقه سهله ديال هذا الدجاج مدغمر بشكل اللي غتخدموا لنا يعني ام العربي. فقلنا بالنسبه لهذا الدجاج من الافضل اننا ما نخليوش صايم، خاصه الا ما كانوش عندنا الضياف غادي نصايبوه غير بوحدنا في الدار، فممكن ناخذ الدجاج نقطعوه يعني نقرضوه على الاربعه ولا على السته على حسب اللي بغيتو. غادي ناخذه باش نشرملو الدجاج بعد ما كنكونوا غسلناه مزيان وسقطر ناه مزيان وبات يعني ليله كامله. غادي ناخذوا ضامه واحده ديال الزعفران الحر، غادي نفرتوها في واحد البانيو صغير ولا في واحد الاناء مع شويه ديال السمن الحر، شويه ديال العطريه ديال المرزيه، يعني ناخذوا كذلك حامضه القشور ديالها، يعني ناخذوا حامضه صغيره طريه غادي نحكوا القشور ديالها ونضيفوهم على الخليط وكنخلطوا مزيان هذيك ضامة الزعفران مع السمن مع العطريه ديال المرزيه مع القشور ديال الحامض الطري. ملي كنخلطوهم مزيان عاد ديك الساعه كنحطوا الدجاج وكنعصروا عليه هذيك الحامضه اللي حكينا القشور ديالها، كنعصروها على داك الدجاج. وكيف ما يعني كتاكد لنا المستمعه ام العربيه لانه هذيك الطريقه اننا كنعصروا العصير ديال الحامض على هذاك الدجاج كيخلي الدجاج انه يجي محمر وكتقصح ليه الجلده وحتى المذاق ديال القشره يعني تيكون مختلف، يعني ما تيجيش بحال المذاق العادي. فنجربوا هذه الطريقه، ناخذوا ضامة الزعفران الحر مع شويه ديال السمن مع شويه العطريه ديال المرزيه مع قشور ديال الحامضه محكوكه وكنخلطوهم مزيان وكندهنوا بهم الدجاج، كنشرملوا بهم الدجاج مزيان. ثم هذاك الدجاج اللي شرملنا به الزعفران والسمن والمرزيه والقشور ديال الحامض كنضيفوا عليهم عصير ديال الحامضه، كنعصروها مزيان على هذوك القطع ديال الدجاج، ثم نخليهم كيترقدوا يعني ساعه ولا ساعتين ولا ليله كامله، وعاد الصباح عاد مثلا نطيبوا هاد الدجاج. وبالنسبه للطريقه ناخذوا واحد الطنجره، وغادي ضروري على انه الدجاج يعني كنشرملوا فيه حتى هذوك الكانصه وكذلك حتى العناق والكبده، غير هو بالنسبه للكبده ما كنطيبوهاش مباشره لانه دغيا كتفرتت. فغادي ناخذوا غير داك الدجاج نشرملوه مزيان مع هاد العناصر كامله مع هاد الشرموله، وملي كنشرملوا الدجاج ديك الساعه كناخذوا طنجره على عافيه مهيله، كناخذوا هذاك القطع ديال الدجاج كنديروهم في الطنجره مع العناق مع الكانصه، وكنحتفظوا بالكبده على جانب، كنحكوا عليهم جوج دريسات ديال الثومه، نحكوا بصله واحده والبصله الثانيه غادي نشلضوها رقيق، نزيدوا كاس كبير ديال الماء وكنديروا هاد الدجاج على عافيه مهيله حتى كيبدا يتشرب هذيك العطريه مزيان وكيبدا يتحمر عاد ديك الساعه، وكيبدا يغلي داك الماء عاد ديك الساعه كنديروا الزيت. ممكن اننا نديروا الزيت الروميه بوحدها، ممكن نديروا نص كاس زيت الروميه مع نص كاس زيت البلدي على حسب الكميه ديال الدجاج وعلى حسب الرغبه ديالنا. من بعد كنخليوه كيتقلى واحد شويه، ثم عاد ديك الساعه كنرويو بالماء الكافي، ودائما الدجاج ما كيحتاجش الماء بزاف، عينا ميزاننا بالنسبه للقياس اللي غادي نحتاجو. فقلنا في طنجره على عافيه مهيله كنديروا دوك القطع ديال الدجاج بعد ما شرملناهم مزيان مع العناق مع الكانصه، ثم كنحكو عليهم جوج دريسات ديال الثومه، كنحكو بصله وحده والثانيه كنشلضوها رقيق، وكنزيدو كاس كبير ديال الماء. من بعد كيف قلنا على عافيه مهيله كنخليو هاد الدجاج كيشرب مع الثومه مع البصله اللي حكينا وحده والثانيه شلضناها مع داك كاس كبير ديال الماء على عافيه مهيله، وكنخليو كيشرب مزيان داك الدجاج ديك العطريه وكيبدا يتحمر. عاد ديك الساعه كيبدا يتقلى ويتحمر، وعاد ديك الساعه كنضيفو شويه ديال زيت البلديه مخلطه مع زيت الروميه ولا زيت البلديه بوحدها ولا زيت الروميه على حسب الرغبه ديالكم، وكنخليو كيتقلى مازال واحد شويه، ثم كنرويو بالماء الكافي اللي غادي يطيب فيه الدجاج. وناخذ دائما العبر ديالنا لانه ما نرويوش بالماء كثير، لانه ناخذوه في القياس ديالنا. كنعرفوا ان الدجاج ما تيبغيش الماء كثير، ومن بعد ملي كيطيب هذاك الدجاج كنبقاو نقلبوا على جهتين حتى كيطيب. من بعد كنهزوا هذاك الدجاج يعني كنحيدوه من الطنجره لانه صافي طاب وهذيك المريقه، فغادي نحاولوا
ان انا بالنسبه للبصله حنا درنا غير جوج بصلات، كاين اللي كيبغي ديك الدغميره تكون خفيفه، الا بغينا البصله فراه غادي نزيدوا من الكميه ديال البصله. وكيف ما قلنا ملي كيطيب الدجاج كنحيدوه من الطنجره وكندهنوه بشويه ديال السمن مخلط مع شويه ديال دامات الزعفران، يعني غير واحد شويه باش ما تجيناش مالحه، وشويه ديال الزبده باش كتجينا محمره، يعني شويه ديال دامات الزعفران مع شويه ديال الزبده مع شويه ديال السمن، كنخلطوهم مزيان وكناخذوا هذيك الزبده بعد ما تخلطات مع الزعفران الحر اولا دامات الزعفران مع شويه ديال السمن. ملي كنخلطوهم كنبقاو ندهنوا هذوك القطع ديال الدجاج وكندخلوهم الفران، يعني حتى كيزيدوا يتحمروا كيولي اللون ديال هذاك الدجاج يعني محمر. يعني بالنسبه لهاد الخلطه ديال الزعفران الحر ولا دامات الزعفران مع شويه الزبده مع السمن، حتى السمن كيعطي واحد المذاق زوين بالنسبه للجلده ديال الدجاج، ما كيبقاش هذيك السفوريه ديال الدجاج نهائيا. وملي كنخلطوها كندهنوا بها داك الدجاج كيف قلنا وكندخلوها تحمر. وبالنسبه لهذيك المريقه مع ديك البصيله اللي خليناها، يعني كنخليوها حتى كيبدا يقلال فيها الماء وكتبدا تغمر، وديك الساعه كنضيفوا ليها هذيك الكبده اللي قطعناها طريفات صغيرين بعد ما حتى هي شرملناها كيف الدجاج كيف القنصه والعناق. ومن بعد كنضيفوا الزيتون وكنبقاو نخلطوا حتى كيتغمر لينا مزيان وكتعقد لينا هذيك المريقه، وكنقدموها يعني في الطبق هذيك المريقه مدغمره مع الزيتون مع الحامض مصير مع هاد طريفات ديال الدجاج بعد ما تحمروا في الفران. وممكن اننا نخليه غير بهاد الدغميره، كيف ممكن اننا نقدموه مع بطاطا مقليه كيف تنقدموه بالطريقه العاديه وبالصحه والراحه.